نرحب بحضرتكم في اخر فقرتنا في صباح الخير يا مصر. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا امبارح جوله خارجيه لسلطنه عمان ودوله البحرين، وده للتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الاقليميه والدوليه. المحطه الاولى لسياده الرئيس كانت في سلطنه عمان، والتقى سيادته مع السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان، وتم عقد جلسه مباحثات موسعه. اكد سياده الرئيس اعتزاز مصر بعمق ومتانه العلاقات الاستراتيجيه مع سلطنه عمان. الزيارة دي بتأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، ما يربط مصر بالسلطنة من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية الزيارة من الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات. بنصبح على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. يعني هنتكلم على حضرتك على الجولة ككل، لكن خلونا نتكلم الأول عن سلطنة عمان ودلالة وأهمية هذه الزيارة في الأول. شوفي حضرتك، سلطنة عمان في علاقتها بمصر تعد واحدة من النماذج الكاشفة لقوة العلاقات المصرية العربية أو العلاقات العربية البينية. سلطنة عمان حينما قررت الدول العربية مقاطعة مصر بعد إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذهاب إلى إسرائيل، قطعت كل الدول العربية باستثناء ثلاث دول. سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس لم تقرر قطع هذه العلاقة. صحيح. كل المواقف اللي اتخذتها سلطنة عمان على مدار من سنة 70 حتى هذه اللحظة تكاد يكون تطابق في مواقف مصر العربية. طبعا هو تقديرات النخبة الحاكمة هنا متشابهة إلى حد كبير. لما نيجي نشوف الموقف العماني مثلا تجاه كل القضايا، نجد عدم الانحياز لعدد من الأطراف المتصارعة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية. حتى أنا فاكر هناك تعبير شديد جدا للسلطان قابوس بأن عمان ليست لديها التزامات أخرى إلا تجاه عمان. صحيح. ده بيبين إلى أي مدى السياسة العمانية عاملة إزاي. النقطة البالغة الأهمية أن تملي سلطنة عمان لم تنجرف في مرحلة ما بعد الحراك اللي حصل في 2011 لدعم بعض الفصائل المسلحة أو الجماعات السياسية، ولذلك لم تغير موقفها من الدولة المصرية بعد 2011 أو خلال الفترة الكبيسة العام خلال فترة حكم الإخوان المسلمين. كانت متواجدة على طول في مرحلة ما بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وبالتالي العلاقات المصرية العمانية نموذج للعلاقات العربية البينية. تملي الصورة الذهنية تجاه عمان ان هي نرويج الخليج، ان هي جنيف الشرق الاوسط، بسبب سياستها القائمة على الرغبة في حدوث تسوية سلمية للصراعات الداخلية المسلحة، وتحديدا بتشترط ان تكون هذه التسوية نابعة من اهل الدولة. طبعا طبعا. ولذلك تجد حضرتك اللي ابترع المفاوضات لتسوية الأزمة اليمنية سلطنة عمان. وأنا شايف أن جزء من تحركات مصر مع عمان، لأن مصر يهمها استقرار اليمن، يهمها حرية الملاحة في الممرات الملاحية وتحديدا في منطقة مضيق ما بالبنة. الأكثر أهمية في هذا السياق أن الهدف الرئيسي اللي بتتحرك عليه سياسة مصر الخارجية، ومنها هذه الجولة المرتبطة بسلطنة عمان والبحرين وقبلها المقابلات وفق دبلوماسية القمة المصرية العربية، سواء مع ولي العهد السعودي أو مع أمير دولة قطر أو مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات أو مع الملك حمد بن عيسى الملك عبد الله، كل هذه التحركات تصب في سياق المسعى المصري لتعزيز الاستقرار الإقليمي. استقرار إقليمي فقط ولا تكامل عربي أيضا؟ شوف، انت مش هتقدر تعمل تكامل عربي الا لما يحصل استقرار اقليمي. عشان توصل لاستقرار اقليمي، اولا لازم يبقى عندك تنقيه في الاجواء العربيه. كان هناك مشكلات ما بين الدول العربيه، يعني شوف خلال ال 11 سنه الماضيه التباينات في مواقف ما بين الدول العربيه وبعضها، الموقف تجاه النظام السوري، هترجع سوريا في القمه العربيه المقبله في الجزائر ولا لا، الخلافات اللي موجوده المستعصية ما بين الجزائر والمغرب، موقف ما بين بعض دول الخليج ولبنان،
حضرتك بتتكلم، انت مفترض توصل لحاله توافقيه في المقام الاول، ولذلك تجد ان التحركات اللي بتقوم بها مصر في الفتره الاخيره تزامنت مع زياره الامين العام لجامعه الدول العربيه السيد احمد ابو الوغيط للجزائر، وتاكيده من هناك ان هناك اصرار جزائري على عقد القمه في موعدها اللي هو في الايام الاولى من نوفمبر المقبل، وقدرتها على تنقية الأجواء ما بين الدول العربية. الجزئية الثانية بقى حضرتك بتقول في الاستقرار التكامل، انت مش هتقدر تحصل تكامل إلا أما تعزز الاستقرار. التكامل ده يحصل إزاي؟ التصور المصري واللي بيقوم بيه على أرض الواقع اللي انت مش هتعمل التكامل على الطريقة القديمة اللي انت لازم يبقى تكامل ما بين الاثنين دول 22 دولة عربية، ده مش هيحصل. في ادبيات التكامل والاندماج الاقليمي في حاجه اسمها نظريات النواه، ان انت بتتكلم على تجمعات فرعيه صغيره، يعني على سبيل المثال قدره مصر على ان هي توصل الغاز للبنان ما بين مصر ولبنان وسوريا والاردن، تعزيز الشراكه الصناعيه ما بين مصر والاردن والامارات، تعزيز مشروعات تكامليه في قطاعات مختلفه، جزء منها نفطيه جزء منها لوجستيه، ما بين مين؟ ما بين مصر والعراق والأردن. صحيح. تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي ما بين مصر والسودان، تعزيز انت ذات نفسك العلاقة الاستراتيجية هنا بقى مش من دول عربية مع دول أخرى في منطقة ملاصقة ليك، منطقة شرق المطار مع قبرص والإيران. الغرض من هنا إيه؟ اللي انت بتتكلم على تكامل اقتصادي في مجالات محددة يسهم في تحقيق منافع اقتصادية للأطراف هذه العملية، تستطيع أن تفرض بها نفسك في ظل نقص الإمدادات، سلاسل التوريد اللي موجودة خارجية. شوف حضرتك ده أحد التحديات، يعني شوف ساعات الأزمة أو العقبة تبقى هي الطريق. يعني حينما بتلاقي أن في تحدي أنت مش مستعد له يعني بالدرجة الكافية، خاصة الثلاث أعوام الماضية فوجئنا أن إحنا إزاء أزمة وبائية ممتدة دون أن يكون هناك تحديد دقيق هتنتهي إمتى، أو التحورات بتاعتها هتوصلنا لحد قد إيه، ثم بعدها بعامين حرب روسية أوكرانية ما بين دولتين، سواء الأكثر الدولة المعنية بشؤون الغاز أو الدول أو الدول الأخرى المرتبطة بالحبوب وسلاسل وسلسل الغذاء، وبالتالي انت امام تحدي كبير. انا يعني يفترض ان القمة العربية او الاجتماعات العربية ان هي تبحث في جانبين، في جانب خاص بالعلاقات الثنائية ما بين الدول العربية وبعضها، او العلاقات ما بين الكيان العربي ممثل في دور لجامعة الدول العربية، اللي انت ازاي تطور اليات جديدة يكون من شأنها ان انت تقدر تقلص حدة التهديدات والمشاكل التي ترتبط بإمدادات وسلاسل الغذاء بشكل يحقق مصالحك دون أن يرفع الأسعار، بيحقق حماية المستهلك الداخلي. طيب شفنا الأول كان في زيارة لولي العهد السعودي لمصر، بعدين زيارته للأردن، وبعدين زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان، وبعد كده هيكون في زيارة تانية لدولة البحرين. التضافر الـ يعني خلينا أقول العمل العربي ما بين الرؤساء والحكام العرب مع بعض، إزاي بيتم حماية الأمن القومي العربي، وازاي كمان بيتم التصدي لمحاولات التدخل خليني اقول في الشؤون الداخليه للدول العربيه في وجهه نظر حضرتك؟ شوفي حضرتك في ثلاث محددات اساسيه. المحدد الاول سبق ان ذكرته، اللي انت تنقي الاجواء ما بين الدول العربيه وبعضها، وبتحاولي ان انت ترفعي مستوى التنسيق. واقولها بوضوح، هل دي كان مستوى علاقتنا بقطر في 2022 زي من 2017؟ طبعا مفيش ثبات في السياسه اي دوله. يعني هو جون بايدن مثلا مش عايز، جون بايدن جاي للمنطقه ليه؟ لاني لا يتصور ان اي دوله لا تدافع الا عن مصالحها. صحيح. ولا تدافع عن مصالح الاطراف الاخرى. وبالتالي المدخل الاول اللي انا اعمل تهيئه للاجواء، ارفع مستوى التنسيق، اقلص من حده القضايا العالقه. ولذلك نجد ان اللجان المتابعه اللي هي ما بين
القاهرة والدوحة كانت عاملة خلال الفترة الماضية، ان تشوف ايه المشاكل ايه النقاط بالنسبة لقطر، ونحاول ان احنا نتوصل الى تقارب، يعني تقارب الى حد كبير. النقطة الثانية وهي تقليص يعني ايه او تعزيز مساعات التهدئة في التفاعلات مع القوى الاقليمية. يعني احنا محتاجين المرحلة دي يبقى في حصل فيها ايه تبريد للصراعات، التقليل من فكرة الانخراط في المواجهات المفتوحة، لأن من الواضح أن تكلفة في الدخول في مواجهات هتبقى أكثر فداحة مقابل استقرار الأوضاع. طبعا صحيح. طبعا. وبالتالي ده كل الأطراف، يعني السعودية ليه دخلة في جولات حوارية مع إيران في 5 جولات التفاوضية، ليه مصر في محادثات استكشافية مع تركيا خاصة ببعض العناصر الإخوانية، خاصة بالأوضاع داخل ليبيا، خاصة بالأوضاع في منطقة شرق المتوسط، لأن احنا لا يمكن التوصل لتسوية للصراعات الموجودة في البؤر المتحدة. الدبلوماسية هي الحل طبعا، مفيش خيار. وبالتالي احنا محتاجين الخيار التهدئة، وده اللي بتسعى فيه مصر، وهي التهدئة والسلم. يبقى الثالث اللي انت تحاول تبرور رؤى متوافقة، لان هو ده الخيار الوحيد لامتصاص اي ضغوط خارجية. صحيح. يعني وده مش هيجي غير بفكرة التوافق وفرض السلم والسلام على الدول العربية تحديدا. لكن حضرتك هنا قلت ان هذه الزيارات او الجولة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف في المقام الاول الى التوافق ما بين الدول العربية. نعم. في بعض يرى أن الهدف من هذه الزيارات وفكرة تبادل الزيارات أيضا لرؤساء وأمراء وملوك الدول العربية لمصر، الهدف منها هو توحيد الرؤى وليس التوافق فقط في عدد من الملفات، وربما أهمها ملف الطاقة، ترقبا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، وأيضا القمة الخليجية التي سوف تعقد بعدها بحضور مصر والأردن والعراق. صح. يعني شوف، الهدف الرئيسي لمجيء بايدن إلى المنطقة النفط، لأن التأثيرات الانتشارية للحرب الروسية الأوكرانية هي جعلت أن دول الخليج أو الدول العربية النفطية هي المستفيدة من ذلك. صحيح. ولذلك تجد أن في دولة أخرى لم يكن هناك عليها حراك كبير، دولة زي الجزائر، يعني زيارات خارجية لها من جانب إيطاليا، من جانب ألمانيا، من جانب الولايات المتحدة. وبالتالي العامل النفطي هو عامل رئيسي في تلك الزيارة. هناك محاولات لزيادة الإنتاج رغبة في تخفيض الأسعار، لأن الولايات المتحدة تفكر في مصلحتها في هذا السياق. في هناك هدف آخر مرتبط بذلك أيضا، إزاي تقنع الدول العربية اللي هي تعمل تشكيل تحالف دفاعي في مواجهة إيران. أنا أعتقد أن السياسة المصرية هي مع الجزء الأولاني بتفكير الدول العربية، اللي هي ايه هو اللي حقق مصالحنا واحنا نعمله. وفيما يخص الهدف الاخر، مصر مش في لغتها ولا في تحركاتها الدخول في تحالفات ضد اطراف اخرى. صحيح. احنا ليست جزءا من سياسه المحاور، سياسه الاستقطابات التي تحاول الولايات المتحده، خاصه ان الولايات المتحده في بدايه عهد بايدن لم تكن راغبه في ذلك، وكانت تتحدث عن الخيار السلمي التفاوضي مع ايران. حينما فشلت المفاوضات في فيينا، وحينما ارتفعت أسعار النفط، بدأت الولايات المتحدة تغير من بوصلتها، وتغير صحيح. من تحركتها، وتغير من خططها. المهم احنا نعمل ايه؟ المهم، وده بقى مرتبط بتحركات سياسة مصر الخارجية، ان هي تبلور افكار. حضرتك بتقول التوحيد، اتمنى ان هو يحصل توحيد. يعني انا بقول ليه توافق، لانك انت مش هتقدر توحد في كل القضايا، لكن على الاقل يبقى في مينستريم. هنعمل ايه في موضوع النفط؟ هنعمل ايه في موضوع الارهاب؟ هنعمل ايه في موضوع تسوية الصراعات؟ هنعمل ايه في موضوع ايران؟ يعني في موضوع ايران، مصر من دول القليلة اللي علاقتها يعني شوية فيها ابعاد امنية مرتبطة بالعلاقة مع ايران. التحرك المصري اللي انت مثلا يعني بتزور عمان هي المعنية بفكرة احداث تسوية في موضوع اليمن، هي اللي ليها علاقات مع اطراف مختلفة، الحكومة الشرعية، التحالف العربي، السعودية، الإمارات، ميليشيا الحوثيين. ده اللي عايز أقول حضرتك، مثلا لو في مثلا تم اختطاف
بعض العناصر الاجنبيه سواء شخصيات اعلاميه او تنسيق مع عمان. تنسيق مع عمان عشان تقدر تخرجهم او احتجاز بعض السفن من خلال عمان. فمصر بتراهن على تحركاتها وعلاقات عمان في موضوع اليمن. هكذا بالنسبه للبحرين، التهدئه فيما يتعلق، لان لما تيجي تشوف التوتر المزن في العلاقه ما بين البحرين وايران، الاكثر من كده ان تملي مصر كان تملي الموازن الاقليمي اللي هي بتحاول محاوله اي تهديدات بتمثلها بعض القوى الاقليميه سواء ايران او تركيا، مصر عامل موازي ليها. لكن مصر بالتعاون مع دول عربيه اخرى، لان انت كل ما تتم تقويه علاقاتك ما بينك وما بين بعض مش هتقدر زي ما حضرتك كنت بتقولي دلوقتي تلجم اي تدخلات خارجيه. لكن لما بيبقى في سيوله وفي توتر في العلاقات العربيه البينيه، ده بيعطي مساحه للاطراف الخارجيه ان هي تتدخل ويكون لديها تاثير بدرجه كبيره في ملفاتها. طيب. وبالتالي تقويه المناعه هي المدخل الاساسي لمواجهه اي تهديدات سواء جايه لك من جوه او جايه لك من بره. صحيح. طيب هل ممكن نشوف من الزياره دي فرص استثماريه كمان في مصر؟ شوفي، احد الملامح الاساسيه للزياره اللي جت لمصر والزيارات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس هي فكره دبلوماسيه التنميه. ازاي اللي انا ابيع سياسه عشان اشتري اقتصاد؟ صحيح. العنوان العريض، يعني اما تيجي تشوفي عنوان صحيفه الاهرام المشرف بالانتماء ليها امس، زياده الاستثمارات الاماراتيه في مصر. اما تيجي تشوفي المشروعات التي والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالسعوديه وفق ما تم الاعلان عنه 7.7 مليار دولار. يمكن احنا كان معانا ضيف يعني قبل الفقره بتاعت حضرتك واتكلم على فكره ان النهارده تم توقيع 6 مذكرات تفاهم اقتصاديه وفي مجالات مختلفه ايضا، الهدف منها تعزيز الواردات والصادرات ما بين الدول. شوف انا بقول لحضرتك، انت اولا يعني بتوصل كمان رساله ان الاجواء الاستثماريه، الطفره اللي حصلت في الانفاق على البنيه التحتيه، البيئه الاقتصاديه الداخليه والتشريعات المحفزه لدخول الاستثمارات، خاصه وان المصدر الاساسي للاستثمارات الاجنبيه بالنسبه لك هي الاستثمارات القادمه من دول عربيه. يعني السعوديه، الامارات، الكويت. يعني يمكن بقى محتاج انت طفره شويه او منسوب مختلف للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصاديه والاستثماريه مع سلطنه عمان ومع مملكه البحرين. لكن في التقييم العام جزء من تحركات مصر الخارجيه، جزء منها مرتبط بكيف تنعكس ذلك على البيئه الداخليه. الاكثر اهميه اللي انت عندك اكثر جاليه مصريه خارج الحدود الوطنيه موجوده في الدول دي. صحيح. وبالتالي انت من مصلحتك الحفاظ عليها. وانا فاكر ان المرحوم الجغرافي الدكتور جمال حنان بيتكلم على التحويلات الخارجيه لتلك العماله، فكان بيوصفها بعمليه نقل دم. يعني بص محوريتها ازاي للداخل المصري، لان في قطاعات كتيره من الاسر المصريه بتعتمد عليها. وتقدر تقول ان فعلا مصر بحكم حاجات كتيره تقدر تقول عليها دوله خليجيه من الوكاله. صحيح. علاقات طبيعيه على مستوى المجتمع. علشان كده انا دايما بقول مصر للعرب قوه والعرب لمصر قدره. طبعا. فبنشكر حضرتك دكتور محمد عز العرب، رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه بمركز الاهرام الاستراتيجي، شكرا يا فندم على هذا التحليل الرائع. ربنا يخلي حضرتك، شكرا.